تحقيقاً لرؤية 2030 في بناء جيل واع بضرورة الحفاظ على الثروة المائية والترشيد في استهلاكها، انطلقت الشراكة النوعية للبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه قطرة مع شركة تطوير التعليم لتوعية النشء وغرس قيم الترشيد في نفوس أبنائنا وبناتنا وتعزيز قيم المحافظة على المياه، بالإضافة لتوضيح السلوكيات الخاطئة وتصحيحها من خلال إدراج ما يقارب 220 تضمين في المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تتضمن على مفاهيم وقيم الترشيد بأساليب حديثة تواكب تطلعات المستقبل في بناء جيل واعٍ.